Oui. هاي مستمعينا الكرام مشاهدي الوطنية الأولى في كل مكان، عودة لمجريات الشوط الثاني من مباراة مستقبل جابس والنجم الرياضي بالمتلوي. كنا تركنا نتيجة الشوط الأول، تقدم مستقبل جابس 2-1. أهداف المباراة كانت تحققت عن طريق المدافع الجزائري لمستقبل جابس عبد العزيز القشي في الدقيقة 10، كان افتتاح النتيجة لمستقبل جابس من ركلة جزاء، وعبد الحليم الدراجي في الدقيقة 20 بنفس الطريقة من ضربة جزاء يضاعف النتيجة لمستقبل جابس. وفي الدقيقة 30 من الشوط الأول طبعا عماد المنياوي كان ذلل الفارق لفريق النجم الرياضي بالمتلوي 2-1، التشكيلتين على أرضية الميدان. وحكم المباراة هيثم أكيد بعد قليل سيعطي إشارة انطلاق الشوط الثاني من هذه المباراة، مباراة الجولة السابعة للرابطة المحترفة الأولى، بالطبيعة مع تجديد التحية لكل مشاهدي الوطنية الأولى في كل مكان داخل تونس وخارج تراب الوطن، مع التذكير بتشكيلة الفريقين مع انطلاقة الفترة الثانية من المباراة. اهلا وسهلا بك، تحيه ليك مولاي، تحيه لكل المستمعين في بدايه الشوط الثاني. كالعاده البدايه بالتذكير بتشكيلتي الفريقين، ومع نجم المتلوي كرم الضيوف. حارس المرمى اليوم هو بلال السويسي، على اليمين عاطف المزني، لعب اليوم على اليسار مراد الزهو، ايمن العياري واحمد بن صالح في محور دفاع المتلوي، محمد جمعه خليجي، دريسان يانك، فهمي المعويني، عماد المنيوي، وزياد الباكوش، جيلاني عبد السلام. هذا بالنسبه للتشكيله الاساسيه. التشكيله الاحتياطيه لمباراه اليوم بالنسبه لنجم المتلوي: مروان بريك حارس مرمى الثاني، محمد علي سالم، حسام سليمان، خميس المعويني، وكذلك فؤاد الخرايفي، بوريل الحكيمي، ياسين المجدي. تشكيله مستقبل جابس اليوم: كحارس مرمى اساسي علي العياري، صدام بن عزيزه في المحور مع عبد العزيز القشي، ايضا بلال بن ابراهيم على اليمين، الزواغي على اليسار، ايضا مراد الهذلي، سيف الدين الجربي، زهير عطيه، عبد الحليم الدراجي، نضال سعيد، سليم المزليني. سامحني نزيه بالضبط بدايه الشوط الثاني ضربة البداية. نعم، ضربة بداية الشوط الثاني لمباراة مستقبل جابس والنجم الرياضي بالمتلوي، مع التذكير دائما بنتيجة الشوط الأول، تقدم مستقبل جابس 2-1. باش ترجع كرة برمي التماس لفريق النجم الرياضي بالمتلوي عن طريق الظهير الأيسر مراد زاهو، في تنفيذ التماس ينفذ كرة طويلة في اتجاه عماد المنياوي لكن يقصها دفاع فريق مستقبل جابس، ارجع كرة إلى الخلف، موجود المدافع أحمد بن صالح في محور الدفاع، يوزع كرة تمشي في اتجاه عماد المنياوي لكن موجود صدام بن عزيزه، يقطع كره بالراس مره اولى ومره ثانيه، تبقى الكره عند فريق مستقبل جابس عن طريق اللاعب عبد الحليم الدراجي، تمشي الكره للاعب سيف الدين الجربي، تبقى لكن يقطعها اللاعب عاطف المازني، تمشي الكره لنجم المتلوي، هجوم لفريق النجم الرياضي بالمتلوي، تمشي المراوغه خطيره جدا، هل يكون هدف التعادل؟ غريبه بطريقه غريبه برشا، تضيع الكره ويضيع هدف التعادل على فريق النجم الرياضي بالمتلوي في توقيت دقيقة وست ثواني بعد انطلاق الشوط الثاني، هدف التعادل يضيع على فريق النجم الرياضي بالمتلوي. اتثبت من اللاعب الذي اضاع الفرصة، كرة جيلين عبد السلام هو في بداية الهجمة، من بعد لعب الكرة فهمي المعويني، كذلك زياد الباكوش اللي كانوا طلبوا الكرة في القائمة الثانية، وخاصة المجهود الكبير والمراوغات الكبيرة اللي كان عملها جيلين عبد السلام في بداية الهجمة. هذا فيما يخص الهجمة الأولى والكرة الأولى والضربة الأولى لنجم المتلوي في الشوط الثاني. نعم، من خلال الملاحظات الأولية نلاحظ أن فريق النجم الرياضي بالمتلوي عنده توجه هجومي ونزل أكثر بالنسبة للمناطق الأمامية من أجل تحقيق على الأقل هدف التعادل في مناسبة أولى. التوزيع الكرة من الحارس بلال السويسي، وزع كرة ولكن كرته تخرج خارج الميدان، رمية التماس لفريق المستقبل الرياضي بجابس، رمية التماس لفريق مستقبل جابس في تنفيذها الظهير الأيسر اللاعب أشرف الزواغي ينفذ التماس لكن معاكسه، تمشي الكره عماد المنياوي مس كره والمخالفه موجوده، الحكم بالفعل يعلن ضربه مخالفه ورفع الانذار في وجه اللاعب عبد العزيز القشي، المدافع الجزائري يرفع في وجهه حكم المباراه هيثم قيرات الانذار في هذا التوقيت في دقيقتين و24 ثانيه في هذا الشوط الثاني.
كان هجوم سريع لفريق النجم الرياضي بالمتلوي، وموجود حتى حل عبد العزيز الجيشي الا ارتكاب المخالفه ربما من اجل ايقاف هذا الهجوم الخطير بالنسبه لفريق النجم الرياضي بالمتلوي. مخالفه كان اعلنها بكل بطبيعه بكل ثقه في النفس هيثم قيرات. التنفيذ المخالفه تتنفذ خطيره والكره تخرج ضربه مرمى، الحكم يعتبر ثم ضربه مخالفه نزيه لفريق مستقبل جيبس. مرت سلامات على دفاع المستقبل ذيبي جيبس والعوده والكره باش ترجع بسرعه للاعب سيف الدين الجربي مع مراد الهذلي. مراد الهذلي في الاكسيون الاخرى وخروج المدافع المحوري اللاعب احمد بن صالح في انقاذ الهجمه الاخيره لمستقبل ذيبي جيبس. نذكر انه الاطار هو الجوله السابعه لبطوله رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. تميسي تلعب بسرعة والتدخل من ظهير الأيسر مراد الزاهو يلعب الكرة طويلة في اتجاه عماد المنيوي. عماد المنيوي بدوره في التمرير لكن العودة من بلال بن إبراهيم. بلال بن إبراهيم يرجع الحارس مرميها علي العياري. علي العياري هذا عماد المنيوي ولكنها بعيد بعيده، كان محاول باغة الحارس من بعيد. عماد المنيوي يحاول يسجل الهدف الثاني ليه والفريق وزاد ولكن المحاولة بعيدة. محاولة كانت النية في الحقيقة طيبة ولكن الفكرة جيدة أيضا ولكن الكرة بعيدة على مرمى الحارس علي العياري. علي العياري اللي باش يرجع الكرة من ضربة 5 متر و50. نذكروا أنه في بنك البدلاء فما عدة حلول بالنسبة للمدرب منتصر الوحيشي كما مروان السعيدي، فهمي قاسم، لمجد عامر زادة اللي ربما يكون أول التغييرات خاصة على المستوى الهجومي، محمد الشيباني، سليم الزكار وباسم النفتي هذوما اللي مثلوا ملاعبية البنك البدلاء بالنسبة لمستقبل ذيبي جيبس. هذا تميس يلعب بسرعة زهير عطية، يلعب زهير عطية مع أشرف الزواغي، يمر أشرف الزواغي في محاولة المرور طيبة العملية. أشرف الزواغي يرجع للوراء عند اللاعب رقم 17 عبد الحليم الدراجي، يوزع سيف الدين الجربي. سيف الدين الجربي ولكن على ما يبدو فما لمس الكرة باليد أو فما تسلل. تسلل انتظروا طبعا إعادة للعملية. هاي الإعادة أشرف الزواغي كان في العملية، مراوغة كانت فنية، مراوغة فنية بالتالونات كان راوغ بعد يمد الكرة وباس ممتازة جدا التمريرة التوزيع في القائم الثاني، ولكن طبعا قرار الحكم كان أسبق من سيف الدين الجربي. الكرة الرأسية عند أيمن العياري. أيمن العياري في وسط الميدان يبدل على الجهة اليمين مع اللاعب جيلاني عبد السلام اللي بدي بقوة. الشوط الثاني جيلاني عبد السلام نشيط. جيلاني عبد السلام الواحد اثنين. جيلاني عبد السلام يدخل منطقة ال 18 على 6 متر والأخرى يحاول يطلب ضربة جزاء ولكن الحكم يقول المواصلة. الحكم هيثم قيرات يقول ما فهم ولا شيء في العملية الأخرى رغم مطالبة واحتجاج من اللاعب جيلاني عبد السلام. تمشي الهجمة بسرعة بلال بن إبراهيم في التوزيع ولكن مرت سلامات مرة أخرى. الحكم يقول هنالك خطأ مرتكب على اللاعب سليم المزليني اللي كان ارتكب الخطأ على مدافع المحور أحمد بن صالح. طبعا نجم المتلوي يحاول إدراك التعادل في مرحلة أولى حتى يتفادى أول هزيمة في الموسم بالنسبة لي موسم 2017-2018 اللي بديه بكل قوة نجم المتلوي مع إطار فني جديد ولكنه يعرف برشا الكرة التونسية وخاصة ألق مع نادي صفاقسي في مرحلة سابقة. كان خذا معه حتى مسابقة إفريقية كأس الكونفدريشن كاب بالنسبة لغازي الغريري. الحديث طبعا فما تمس أو ننتظروا ديما قرارات الحكم حتى نتأكد من العملية الأخرى. لم يبدو فما مخالفة بالفعل، مخالفة خطيرة كانت تنجم تكون في وقت سابق بالنسبه لجيلاني عبد السلام العمليه ولكنها مرت. هذه مخالفه طبعا في وسط الميدان تشكل حتى خطوره. تمر بسرعه. ذي اللاعب الاجنبي ادريسان يانغ اللاعب السنغالي الدولي. يلعب على اليسار وين يتواجد مراد الزهو وعوده المره هذه الدفاعيه مع اللاعب فهمي المعويني. حاول اخراج الكره بكل سلاسه ولكن يفشل في العمليه الاخرى. باش ترجع كره جابسيه عند جليزه. مع اللاعب مراد الهذلي والحكم المساعد رمزي بن فرج يقول العملية مسبوقة بضربة تميس. تميس باش ينفذ من الجهة اليمين كالعادة وين يتواجد بلال بن إبراهيم. بلال بن إبراهيم استقرار على مستوى التشكيلة الأساسية هو وعدد كبير من الملاعبية اللي كان يختارهم منتصر الوحيشي منذ بداية الموسم. نعرف أنه بداية الموسم كانت صعيبة بمواجهات ضد فرق كبيرة
كان لعب ضد الترجي في العاصمه نفس الشيء ضد النادي الافريقي وضد النجم الرياضي الساحلي. هذه كلها فرق الرزنامه ما خدمتش مستقبل جابس في بدايه الموسم مع منتصر الوحيشي، ولكن شيئا فشيئا تحسنت الامور خاصه البدايه ماتش اولمبيك مدنين والانتصار هنا في هذا الملعب بالذات 2-0. هذه العمليه الاخرى، ولكن عماد المنياوي كان اسبق منه اللاعب صدام بن عزيزه، يرجع الحارس مرمى الكرة طويلة عند سليم المزليني في محاولة عكس الهجمة بسرعة، وطبعا قيادة الهجمة بالنسبة لسليم المزليني. الحكم يقول الخطأ المرتكب على سليم المزليني. نيانج اللي عنده ضربة اللي عنده طبعا تسبب في ضربة الجزاء وكذلك عنده بطاقة صفراء، نجم يكون مهدد بالإنذار الثاني، وحتى الخشونة واضحة لهنا في العملية الأخرى، خشونة واضحة وقرار الحكم كان في مكانه بالنسبة لعملية العرقلة متاع دريسان يونغ على المهاجم سليم المزليني. سليم المزليني مازال ما لقاش طريق الشباك في بداية الموسم، هو المهاجم رقم واحد إلى حد الآن في التشكيلة، باعتبار أنه حتى الملاعبية الموجودين على بنك البدلاء هم بالأساس ملاعبية أجنحة وملاعبية ذات صبغة هجومية، ولكنهم ماهوش بميزة قلب الهجوم الكلاسيكي. هذه كورة ممتازة جدا، البراد أكثر من رائع، ممتاز جدا استماتة متاع بلال السويسي. بلال السويسي ولكن العملية أيضا مسبوقة بخطأ العملية الأخرى، أكدوا من العملية بلمسة يد بالفعل أو تسلل في العملية الأخيرة، تظهر ديما الإعادة، هي لصور التلفزية أكيد باش نتأكدوا من العملية الأخرى. هي كانت في الحقيقة هو براد مميز في كل الحالات طبعا. نعم تمشي الكرة، رفع انذار في وجه اللاعب، ثبت في لاعب احمد بن صالح مدافع فريق النجم الرياضي بالمتلوي، مع عودة اللعب عن طريق عاطف الميزني بضربة مخالفة ينفذ تمشي الى اللاعب ايمن العياري. الحكم يشير بإعادة تنفيذ المخالفة من مكانها الاصلي، تنفيذ المخالفة عن طريق اللاعب عاطف الميزني، ينفذ المخالفة في اتجاه عماد المنياوي، ولكن تدخل المدافع الجزائري عبد العزيز القشي يخرج الكرة لكن تصطدم بعماد المنياوي وتخرج ضربة مرمى، ضربة مرمى لفريق مستقبل جابس في توقيت 10 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني. ما زال التقدم لمستقبل جابس أمام فريق النجم الرياضي بالمتلوي، هدفين مقابل هدف واحد في تنفيذ ضربة المرمى. الحارس علي العياري ينفذ ضربة المرمى، ياخذها عطف الميزني بالرأس، ومرة ثانية أحمد بن صالح. تمشي الكرة للاعب فريق النجم الرياضي بالمتلوي جيلين عبد السلام في هجوم لفريق النجم الرياضي بالمتلوي، توزيع كرة صدام بن عزيزة يقطع هذا الهجوم بكرة رأسية ولكن ترجع، والحكم يعطي ضربة مخالفة لفريق مستقبل جابس. بالنسبة لمستقبل جابس واكيد نجم المتلوي في كل مرة نحاولوا نستغلوا طبعا توقف للعب باش نعطيه بعض المعطيات وكذلك بعض المواجهات التاريخية بين الفريقين الاثنين. اللي المواجهات انطلقت في 2014 في ضمن نهائي كاس تونس في وكذلك في الرابطة الثانية وكذلك في الرابطة المحترفة الأولى. بالنسبة لمسابقة كاس تونس كان ترشحت وقتها المتلوي بعد فوزه في جابس لهنا في الملعب هذا بالذات 2-0 هدف في كل شوط في استعراضنا زادة في بعض المواجهات التاريخية الأربعة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. كانت البداية في 10 ديسمبر 2016، وبعد زادة أو آخر كانت مواجهة زادة مواجهات كبيرة في الحقيقة. انتبع هذا هجوم بعد الكرة هذه متاع الجيلاني عبد السلام يوزع، ولكنها مرت سلامات، مرت سلامات في الحقيقة. الفكرة والنية طيبة متاع جيلاني عبد السلام أنه كل وين يتحرك جيلاني عبد السلام في الشوط الثاني خاصة لقى أكثر حرية وأكثر مساحات في هجوم نجم المتلوي. اللاعب جيلاني عبد السلام اللاعب السابق ديما نذكره لاتحاد بنقردان في أول تجربة ليه مع نجم المتلوي، أول تجربة زادة خارج أسوار اتحاد بنقردان. كان ربما في فترة الانتدابات كان في طريقه لفريق النادي الأفريقي، ولكن الصفقة ما تمتش وانتقل إلى فريق النجم الرياضي بالمتلوي. جيلاني عبد السلام انتبه هذا هجوم لفريق نجم المتلوي، محاولة الدخول داخل منطقة الجزاء يسقط والحكم يعتبر ما ثم شيء، تبقى الكرة لفريق مستقبل جابس عن طريق حارس المرمى علي العياري وقائد الفريق. تمشي الكرة تبقى عند علي العياري في توقيت دائما 12 دقيقة لعب في الشوط الثاني 2-1 لفريق مستقبل جابس.
الحارس علي العياري باش يرجع الكره للاعب، يرجع كره تتجاوز منطقه وسط الميدان، تمشي الكره دائما لفريق مستقبل جابس، ولكن تدخل دفاع عن طريق ايمن العياري يقطع الكره ويتعكس الهجوم. عطف المازني يحاول ياخذ كره ويعكس هجوم لفريق نجم التلوي، ولكن الاوبستركسيون حصلت في وسط الميدان، ضربه مخالفه لفريق نجم المتلوي، ضربة المخالفة لفريق النجم الرياضي بالمتلوي. يبقى اللعب متوقف بعد إصابة لاعب من فريق مستقبل جابس. اللعب متوقف صحيح، ولكن أكيد ديما حبيت نأكد أنه اليوم بالنتيجة الوقتية هذه على الأقل إلى حدود الدقيقة 13 في الشوط الثاني، أنه هو إلى حد الآن أول انتصار لمستقبل جابس في جابس على حساب نجم المتلوي. شوفوا يعني من المفارقات زادة طبعا المواجهات ديما قلنا عليهم التاريخية، فما مواجهة أولى هي كانت نهار 3 أكتوبر 2014 وقتها انتصار المتلوي وانتصار جابس في المتلوي على حساب نجم متلوي 1-0. مواجهة ثانية زادها في 22 مارس 2015، وقتها زادها المتلوي ربحت مستقبل جابس في جابس لهنا 1-0. المواجهة الثالثة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى ديما في كرة القدم نحكيه طبعا بين الفريقين الاثنين، المواجهة كانت بتاريخ 25 سبتمبر 2016، ونتيجة التعادل إيجابي 1-1. وآخر مواجهة بين الفريقين مشاهدينا الكرام كانت في 10 ديسمبر 2016 وانتهت لصالح المتلوي 2-1، وهي النتيجة الحاصلة حاليا على أرضية الميدان، ولكن من الجهة المقابلة من جهة مستقبل جابس. نعم، والمدرب منتصر الوحيشي يفكر في القيام بالتغيير الأول، لاحظ في اللاعب فهمي قاسم على خط التماس يستعد لأخذ مكانه بعد قليل في التشكيلة الأساسية لفريق المستقبل الرياضي بجابس. تبقى الكرة دائما عند فريق نجم المتلوي، تبادل الكرة، كرة قصيرة بين عناصر فريق النجم الرياضي بالمتلوي داخل منطقة وسط الميدان، في وسط الميدان تمشي الكرة إلى اللاعب جيلاني عبد السلام، جيلاني عبد السلام يحاول يمرر كرة، تدخل عبد العزيز القشي يبعد الكرة مرة أولى، لكن تبقى عند فريق مستقبل جابس، يعطي الحكم يعطي الأسبقية لفريق مستقبل جابس، تمشي الكرة خطيرة هجوم لفريق مستقبل، والتمريرة كانت مخطئة تمشي لحارس المرمى بلال السويسي، تمشي كرة عند عطف المازني، اللاعب الرواق الأيمن في تشكيلة المدرب غازي الغلايري في وسط الميدان، تمشي مرة أخرى عطف المازني يحاول يتوغل، عطف المازني يضيع كرة، الحكم يرجع ويعطيه يعطي الخطأ تم ارتكابه على عطف المازني، ضربة مخالفة لفريق النجم الرياضي بالمتلوي، والتغيير الأول اللاعب رقم 31 اللاعب سيف الدين الجربي يخرج وياخذ مكانه اللاعب فهمي قاسم. مركز بمركز تقريبا نفس المنهج ونفس الاستراتيجي والشكل التكتيكي اللي باش يبقى يعتمد فيه المدرب منتصر الوحيشي، اخرج سيف الدين الجربي ودخول فهمي قاسم في تشكيله المستقبل جابس. مستقبل جابس على ما يبدو يحاول مجارات المباراه ب2-1، نتيجه اكيد تخدم برشا مستقبل جابس ولحد الان يتقدم بها اكثر في الترتيب العام. نعرف انه حاليا ديما نذكروا انه هو في المرتبه التاسعه برصيد 5 نقاط، دونك يقدم برشا ب3 نقاط نعرفوا مهمة، والأندية كلها متقاربة في الترتيب العام. نعم، تمشي كرة لفريق نجم المتلوي، التوزيع ولكن ما ياخذش الكرة، ما ياخذش الكرة، اللاعب عاطف المازني تمشي كرة ضربة مرمى لفريق مستقبل جابس في تنفيذ ضربة المرمى، الحارس علي العياري حارس مرمى فريق مستقبل جابس في توقيت 16 دقيقة لاعب في الشوط الثاني، علي العياري في تنفيذ ضربة المرمى لفريق مستقبل جابس، ينفذ الكرة تمشي في اتجاه عبد الحليم الدراجي ولكن تخرج كورته، تمشي رمي التماس لفريق نجم المتلوي في تنفيذ التماس، عاطف المازني في منطقة وسط الميدان، عاطف المازني في تنفيذ التماس لفريق نجم المتلوي، ينفذ الكرة ما ياخذهاش عماد المنياوي، تمشي عبد الحليم الدراجي، عبد الحليم الدراجي يوزع الكرة، موجود أحمد بن صالح في التغطية الدفاعية، خلي الكرة تخرج، يربح رمي التماس لفريق نجم المتلوي في تنفيذ التماس، عاطف المازني لاعب الرواق الايمن تمشي ينفذ الكره مع اللاعب ايمن العياري في محور الدفاع، يخرج كره تمشي عند اللاعب عماد المنياوي، يرجع للمعاضه، يبقى محتفظ بالكره، يعطي كره احمد بن صالح، احمد بن صالح خروج صحيح بالكره من عناصر نجم المتلوي، ولكن تدخل دفاع مستقبل جابس يقطع كره مره اولى ومره ثانيه، لكن الحكم يعطي ضربه مخالفه لادريسان يانغ في منطقه وسط الميدان. إدريسان يانغ يربح المخالفة صحيح وتتنفذ بسرعة، ولكن ضربة المرمى زادة بسرعة لعلي العياري.
في الحقيقة هو فما انخفاض نوعا ما في النسق في بداية الشوط الثاني 2-1 النتيجة الوقتية. هو فما تغيير زادة، فما تغيير نذكره، فما تغيير في تشكيلة نجم المتلاوي. أكيد الأرقام صعيبة برشا في التشكيلة، ولكن مؤكد أنه دخول فؤاد الخرايفي في التشكيلة كان دخل مكان من هو المهم، وعلى ما يبدو مكان زيادة البكوش أعتقد محمد جمعة خليش أو مكان محمد البكوش زياد البكوش بالفعل هو زياد البكوش دونك خروج فؤاد الخرايفي مكان زياد البكوش. واحنا انت وكانه حتى ميسيرش حتى الخطا جاء في محله زياد محمد جمعه خليج مراد، لانه محمد جمعه خليج من اكثر الملاعبيه استقرارا وتواجدا في تشكيله نجم المتلوي. محمد جمعه خليج مشاهدينا الكرام عنده 7 سنوات و7 مواسم على التوالي في نجم المتلوي، يعني من الملاعبيه اللي حافظوا على ما امكانهم في التشكيله سواء في الرابطه الثانيه ولا حتى في الرابطه الاولى، يعني موسمين في الرابطه الثانيه ومن بعد صعد مع الفريق في الرابطه الاولى. هذايا القوس اللي كنت فتحته انت على محمد جمعه خليج مراد. نعم، ترجع كره لادري سانيان في هجوم والمخالفه موجوده والحكم قريب. هيثم قرات يعطي الخطا كان موجود والحكم كان قريب يعطي ضربه مخالفه لفريق النجم الرياضي بالمتلوي. تقريبا تبعد 30 متر على مرمى الحارس علي العياري حارس مستقبل جيبس. ضربه المخالفه كما ذكرنا لفريق النجم الرياضي بالمتلوي. انخفض مستوى المباراه في هذا الشوط الثاني. اي انخفض هذا واضح طبعا، انخفض نسق المباراه في الحقيقه زاد ديما وديما نستغلوا توقف اللعب باش انه نمدوا المستمعين والمشاهدين ببعض المعلومات الخاصه بالمباراه هذه، لانه العلاقه التاريخيه في الحقيقه جيده ورائعه برشا بين الفريقين الاثنين وفما تعاملات كبيره بين الفريقين. خلينا نكملوا ساعه المخالفه هذه ومخالفه خطيره وتتوزع، ولكنها خروج الحارس موفق جدا، خروج الحارس علي العياري على مرتين كان فقد توازنه في مره اولى ولكن خرج الحارس وتمكن من التصدي. علي العياري تصدي في محله ورائع في بلاسته. علي العياري قلت انه علاقه مميزه وطيبه تجمع الفريقين الاثنين، ويتاكد هذايا انه كي نعملوا طله مراد على التشكيله ما بين الفريقين الاثنين نلقاو مثلا انه فما ملاعبيه وموجودين تو على ارضيه الميدان تقمصوا زي الفريقين كما الحارس علي العياري كما اشرف الزويغوي هذوما موجودين على أرضية الميدان كما زاد صدام بن عزيزة حليمة الدراجي. سمحني نتبع هذه فرصة خطيرة لفريق نجم المتلوي وتدخل الدفاع آخر لحظة كانت فرصة تحقيق هدف التعادل تضيع على النجم الرياضي بالمتلوي. كان هجوم من الجهة اليسرى ولكن تضيع وتدخل دفاع فريق مستقبل جابس يبعد الخطر. واضح هذه يعني ما بين الأكسيون وما بين المعلومات باش نحطوا كل شيء في الصورة وفي الطبق. هذه الكرة جيدة جدا كانت عملية حقيقة في محلها وكانت مراوغة كانت الحقيقة تسرب وكان نجم المتلوي أخطر على ما يبدو، أخطر نجم المتلوي في الشوط الثاني والمحاولات تعددت ما بين أكثر من ملاعب وخاصة اللاعب جيلاني عبد السلام اللي تسرب في أكثر من مرة. نفس الشيء توا مع تغييرات فؤاد الخرايفي اللي الحقيقة مهم جدا على مستوى التركيبة الهجومية. نرجعوا نيانغ يلعب الكرة على اليمين نيانغ، ولكن التماس قبل هذه التماس قبل الكرة الأخيرة نتاع نجم المتلوي اللي باش ينفذ كالعاده اللاعب اشرف الزويغ. هي الاعاده، شوفوا الاعاده وشوفوا التدخل الدفاعي في اخر لحظه، في اخر لحظه كان استمات دفاع مستقبل جابس. شوفوا التسرب وقيمه الاجنحه وقيمه صعود الاظهره في الكره. هذه خطا فادح من صدام بن عزيزه، صدام بن عزيزه فؤاد الخرايفي، الفريشير حاضره نتاع فؤاد الخرايفي ويربح الركنيه. يربح الركنيه بعد خطا من اللاعب صدام بن عزيزه. صدام بن عزيزه الاخطاء هذه تنجم تكلف فريقه غاليا جدا في مباراة اليوم. ثم ارتباك داخل محور دفاع فريق مستقبل جابس، كاد فريق نجم المتلوي انه يستغلوا في الدقائق الاخيره على الاقل من خلال تحقيق على الاقل زوج فرص الى حد الان، لكن ضاعوا الى حد الان. تنفيذ ضربه الزاويه لفريق نجم المتلوي، التنفيذ خطيره داخل منطقه الجزاء مره اولى والحارس علي العياري مره ثانيه ياخذ كورته. تبقى الكرة عند حارس مرمى مستقبل جابس علي العياري ياخذ كورته، يلعب الكرة في اتجاه أشرف الزويغي. أشرف الزويغي ياخذ الظهير الأيسر لفريق مستقبل جابس، ياخذ كرة ينتظر تحرك من بقية رفاقه. هجوم لفريق مستقبل جابس، توزيع الكرة عن طريق اللاعب فهمي قاسم، يوزع كرة ترجع أشرف الزويغي، فهمي قاسم هدف الثاني. تسديدة قوية برشا،
تسديدة قوية برشا تقريبا من 25 متر يسكنها الزاوية 90 لحارس مرمى فريق النجم الرياضي بالمتلوي بلال السويسي. فهم اللعب كما ذكرنا فهمي قاسم، يعني كوتشينج ناجح من المدرب منتصر الوحيشي. شوفوا يعني تسديدة ممتازة جدا، شوفوا الإعادة، شوفوا الإعادة في التسعين، في التسعين حتى له فهمي قاسم، يعني كورة أكثر من رائعة. شوفوا الإعادة وشوفوا المحاولة الأولى، رجعت من الدفاع في مرة أولى ثم التمهيد في مرة ثانية، التسديدة ما لقى لها حتى حل حارس المرمى اللاعب والحارس بلال السويسي. تغيير كوتشينج ناجح وفي محله بالنسبة للمدرب منتصر الوحيشي. هدف ثالث لمستقبل جابس أمام نجم المتلوي لتصبح نتيجة 3-1. هدف رائع جدا، ممتاز جدا الهدف. هذا تغيير ثاني الآن، تغيير ثاني وتفاعل الأحباء والجماهير مستقبل جابس مع الهدف الثاني، خروج زهير عطية ودخول لمجد عامر. خروج زهير عطية ودخول لمجد عامر. الحقيقة مباراة جميلة جدا ومباراة مفتوحة على كل الاحتمالات. يعني كابتن مراد شوفوا يعني كنا نستنوا في تعادل ربما بعد هجمات وبعد محاولات وبعد فرص وبعد، وإحنا كنا التسربات حكينا متاع جيني عبد السلام ومتاع المعوض فؤاد الخلايفي، أصبحت صورة مغايرة تماما. وهدف ثالث في محله الحقيقة، وكان هدف مباغت، خلينا نقول هدف مباغت لحارس المرمى بلال السويس. نعم هذا هو اللي ينقص كرة القدم التونسية، هو التسديد من خارج منطقة الجزاء. شفنا كيفاش اللاعب فهمي قاسم سدد تقريبا من 22 متر يسكن الكرة الزاوية 90 للحارس بلال السويسي حارس فريق النجم الرياضي بالمتلوي، ويحقق الهدف الثالث لصالح فريقه مستقبل جابس، أكيد يخليه يلعب بأريحية في باقي المباراة. صحيح ماهيش ربما مازالت المباراة متواصلة، ممكن برشا أنه النجم المتلوي يرجع، ممكن كذلك أنه فريق مستقبل جابس يضيف أهداف أخرى، ولكن أعتقد أنه الربح الأكبر هو المشاهد والمتفرج هنا في مدرجات ملعب أولمبي جابس. تمشي الكرة رمي التماس لفريق مستقبل جابس، رمي التماس لفريق المستقبل الذي بجابس، وكما ذكرت تفاعل من أنصار فريق مستقبل جابس مع هذا الهدف. كما ذكرنا هدف كان مباغت في الحقيقة وقت اللي كانت السيطرة لفريق النجم الرياضي بالمتلوي. فريق مستقبل جابس كوتشينج ناجح من منتصر الوحيشي، يدخل فهمي قاسم يعني يخليه أنه هذا اللاعب يسدد الكرة في الزاوية 90 ويسكن الكرة. ثم تغيير مراد لهنا في العمل الأخيرة، خروج جيلاني عبد السلام ودخول رقم 29 في المباراة، رقم 29 اللي هو ماهوش موجود في ورقة المباراة في الحقيقة، ولكن هو ياسين المجدي. هذا فيما يخص التغيير نتاع نجم المتلوي، نجم المتلوي التغييرات توا نتاع المدرب عفوان الغربي لمحاولة مدرب طبعا للاعب مدرب غازي الغريري، غازي الغريري، غازي الغريري هو اللي حاول توا اللي حاول طبعا إيجاد الحلول، وإيجاد الحلول أصبحت مهمة صعبة في الحقيقة. لعبنا 25 دقيقة لعب في الشوط الثاني، ما زال 20 دقيقة، هل يتمكن نجم المتلوي من التعديل؟ هاو في الصورة، هاو في الصورة، يعني مشكورين الزملاء. غازي الغريري هو المدرب نتاع نجم المتلوي، وكأنه الحيرة واضحة على المدرب غازي الغريري. مرة أخرى غازي الغريري اللي كما قلنا باركور ممتازة إلى حد الآن مع الفريق نجم المتلوي، ولكن ربما فما أسباب كانت أضرت بالمجموعة وبالفريق بداية الأسبوع مع إضراب الملاعبية ومطالبة باستحقاقاتهم المالية. من بعد زاد تنقل صعيب الجابس، لما نعرفوا انه قيمه الفرق في جابس خاصه المستقبل ذي بجابس والملعب الجابسي زاد وقت يلعبوا في ملعبهم مع جماهير كيف هذه تساند بكل قوه فريقها. نعم فريق ودفاع فريق النجم الرياضي بالمتلوي اللي مقبل حتى هدف واحد، قبل هدف واحد في اربع مقابلات، يقبل اليوم ثلاثه اهداف الى حد الان وتنفيذ مخالفه. تمشي كره ضربه زاويه لفريق المستقبل ذي بجابس. كما ذكرت بالنسبه للاهداف فريق نجم المتلوي كان سجل قبل هدف بركه في اربع مقابلات، ولكن اليوم يقبل ثلاثه اهداف كامله بالنسبه لخط الدفاع والحارس بلال السويسي. عمل كبير، عمل كبير ينتظر جسم الخلوفي، وهذه عملية ممتازة جدا، ممتازة جدا. هدف صدام بن عزيزة، رباعية كاملة، رباعية لصدام بن عزيزة، صدام بن عزيزة الركنية تنفذ بسرعة ومباغتة، باغت الجميع صدام بن عزيزة وارتقفوا جميع. هذه الإعادة شوفوا التوزيع، شوفوا الارتقاء أكثر من رائع. صدام بن عزيزة يسكن الشباك ويسكن الشباك بهدف رابع، أربعة مقابل واحد، النتيجة أصبحت ثقيلة هنا في جابس. شوفوا الارتقاء، شوفوا العملية، ديتونت أكثر من رائعة فوق الجميع.
شعر ثقاف في الحقيقة صدام بن عزيزة وثنائي المحور وملاعبية المحور والخط الخلفي يعني عنده قسط كبير من هالأخطاء الدفاعية اللي كنا نتحدث عليهم. يعني الملخص حاليا ستة يعني أربع أهداف في مباراة واحدة، ويعني بالنسبة يعني نجم نقولوا اليوم قبل برشا أهداف نجم المتلوي بعد هدف في أربع جولات، أربع أهداف في جولة واحدة وفي مباراة واحدة، الحصيلة أصبحت ثقيلة جدا على الحارس بلال السويسي وكذلك على ملاعبية الدفاع وكل التركيبة عموما. نعم، هنا نطرح السؤال اللي كنا طرحناه في بداية المباراة، هل يكون ربما التهديد بتعليق النشاط مؤقتا وربما عدم القيام بحصة تدريبية بالنسبة لفريق نجم المتلوي في أواسط الأسبوع الفارط، هل كان عنده تأثير اليوم بالنسبة لدفاع فريق نجم المتلوي؟ على كل إلى حد الآن قبل أربعة أهداف خط دفاع فريق نجم المتلوي ياسر بالنسبة لخط دفاع نجم المتلوي اللي كما ذكرنا قبل هدف وحيد في أربع مقابلات. واضح جدا هذا الحقيقة. تحدثنا على جسم الخلوفي وجاء الهدف الرابع وهذا أكد أنه في حاجة كبيرة ديما زادة طبعا للتنسيق خاصة والحراس زادة لازم خدمة كبيرة على مستوى التمرين وكذلك الخط الخلفي، ولو أنه الحارس بلال السويسي ماهوش هو المذنب في كل أهداف المستقبل الرياضي بجيبس والأهداف اللي كان قبلها فريقه. هو علي العياري توا ربما في الشوط الثاني كان البس الرقم واحد بعد ما كان ماهوش موجود ماهوش حامل لرقم في الشوط الأول، هو الملاحظة جت في بلاصتها على كل، وكان فاق الحارس علي العياري حارس المرمى اليوم. نعم، من مجموع أربع أهداف اللي تسجلت اليوم بالنسبة لفريق مستقبل جيبس ثلاثة منها كانت من خلال كرات ثابتة ركلتي جزاء بالنسبة لعبد العزيز القشي وعبد الحليم الدراجي وهدف من ضربة زاوية عن طريق اللاعب صدام بن عزيزة. هذا يبين أن الكرات الثابتة يعني أصبحت سلاح مهم ومهم جدا بالنسبة لكرة القدم الحديثة. نزيه واضح جدا الحقيقة باهي برشا أنه نشوفوا أربع أهداف والحقيقة زيدا نشوفوا برشا فرجة، وهذه اللقطة زيدا من لمجد عامر يوزع والهدف الخامس. ممتازة جدا الحقيقة عن طريق اللاعب رقم 10 فهمي قاسم. الحقيقة أصبحت مهرجان أهداف لهنا، مهرجان أهداف في جيبس خمسة مقابل واحد. شوفوا لمجد عامر هاو الإعادة مشاهدي الوطنية الأولى، شوفوا الإعادة يتسرب على الجهة اليمين عبد الحليم الكرة عبد الحليم الدراجي بالفعل. نعم، عبد الحليم الدراجي يسجل الهدف الخامس لصالح المستقبل الرياضي بجيبس خمسة مقابل واحد. نعم، خمسة مقابل واحد، نتيجة عريضة بالنسبة لفريق مستقبل جيبس. كنا نظن أنه ربما المباراة كان عندها وجه آخر خاصة مع انطلاقة الشوط الثاني بالنسبة لفريق نجم التلوي، ولكن عرف كيفاش فريق مستقبل جيبس أنه إلى حد الآن نقول أنه يقتل المباراة بالرغم من أنه مازالت ما انتهتش المباراة، ولكن تجسيم الفرص تتاح ونجاعة كبيرة بالنسبة لخط هجوم فريق مستقبل جيبس بطبيعة يخلي المدرب غازي الغرايري وخط دفاع فريق نجم التلوي في حيرة من أمره بالنسبة لهذه المباراة. إلى حد الآن ترجع الكرة تمشي للاعب أشرف الزواغي يعطي كرة دائما لفريق مستقبل جيبس، رجع كرة إلى الخلف مرة أخرى أشرف الزواغي، يرجع الكرة عبد العزيز القشي إلى حارس المرمى علي العياري بالساق يرجع الكرة وتمشي ياخذها عاطف المازني يقطع الكرة لكن ترجع معاكسة لفريق مستقبل جيبس، تبقى الكرة في وسط الميدان، ارجع كرة إلى الخلف من دفاع فريق مستقبل جيبس صدام بن عزيزة تبادل كرة تمشي الكرة عن طريق اللاعب نضال سعيد بلال بن إبراهيم في وسط الميدان، هجوم لفريق مستقبل جيبس، محاولة تدرج بالكرة محمد جمعقيل مسك اللاعب باليد ويسقط والحكم كان قريب وأكيد باش يرفع الورقة الصفراء أكيد لأنه كان قريب برشا حكم المباراة هيثم قيرات كان قريب لمكان الخطأ، خطأ بطبيعة كان واضح ورفع الأنذار بعد قليل في وجه لاعب فريق النجم الرياضي بالمتلوي. خمسة مقابل واحد نزيه أكيد نتيجة عريضة إلى حد الآن بالنسبة للفريق المحلي مستقبل جيبس بعد مرور 30 دقيقة لعب في مجريات هذا الشوط الثاني. نص ساعة لعب في الشوط الثاني الحقيقة، خمسة مقابل واحد نتيجة أصبحت ثقيلة، والتغييرات نتاع المدرب منتصر الوحيشي عملت الفارق في الشوط الثاني خاصة اللاعب فهمي قاسم واللاعب زيدا اللي دخل طبعا في الشوط الثاني لمجد عامر. شوفوا الامداد نتاع لمجد عامر ولهنا زيدا تغيير ثالث في التشكيله، خروج اللاعب سليم المزليني ودخول اللاعب سليم الزكار، خروج سليم ودخول سليم بالفعل، هذا سليم الزكار اللي باش يدخل في التشكيله الان
سليم الزكار. دونك إلى حد الآن فما تغييرات في محلها بالنسبة للمدرب منتصر لوحيشي. منتصر لوحيشي لأول مرة تجربة له كمدرب أول بعد تجارب سابقة كمدرب مساعد خاصة في النجم الرياضي الساحلي ومدير رياضي قبلها مع النادي الإفريقي. تغيير زاد في تشكيلة نجم المتلوي. نجم المتلوي باش يعمل التغيير اللي باش يدخل هو خميس المعويني، وهي بالمناسبة أول مباراة ليه خميس المعويني، واللي باش يخرج نتاكدوا طبعا ديما مسوره لانه الارقام صعبه وصعبه فهم جدا. المعويني هو اللي يخرج، فهم المعويني يعني يخرج شقيقه، يخرج شقيقه ويدخل خميس المعويني، خميس ويخرج فهمي المعويني. هذه فيما يخص تغييرات اللي كنا نتحدث عليهم والكوتشينج نتاع منتصر لوحيشي اللي كان عملهم في الشوط الثاني. في الحقيقه قراءه اكثر من جيده للمباراه. نعرفوا انه منتصر لوحيشي دوره هذايا وهذايا ما جاء عليه القابس انه يعمل نتائج كبيره، خاصه انه مستقبل قابس كان عمل موسم نجم نقولوا مقبول في العمل فارت، وكان ضمن البقاء وكان قريب برشا من انه يعمل حتى نتائج احسن من هيك واحسن من اللي عملها عمل فارت، وكان حتى من المرشحين في بعض من الاوقات انه يلعب على مرحله البلاي اوف مع المدرب السابق اسكندر القصري. نوجه له تحيه بالمناسبه المدرب اسكندر القصري المدرب السابق للفريق. ترجع الكره للعبه لمجد عامر، تحركات النشيط لمجد عامر اللاعب السابق لجمعيه جربه ونادي حمل انف. هذه محاوله والواحد اثنين سليم الزكار في محاوله مع فهمي قاسم، ولكن مقطوعه الكره مقطوعة باش ترجع هجمة معاكسة عند اللاعب ياسين الماجدي. ياسين الماجدي وخروج الحارس بكل سهولة وما فماش حتى صعوبة في خروج الحارس علي العياري في العملية الأخيرة، اللي عرف كيفاش يوجه لاعبية الدفاع علي العياري في أكثر من مناسبة، وشفنا التفاهم الكبير ما بينه هو وما بين لاعبية المحور خاصة وبشكل عام التركيبة الدفاعية للخط الخلفي. هذا سليم الزكار، سليم الزكار يحاول يبدل وجهة الكرة مع لمجد عامر، ولكن الكرة مسبوقة بخطأ لصالح مراد الزهو. يلعب الكرة في وسط الميدان عند اللاعب رقم 8 محمد جمعة خليج. محمد جمعة خليج اللي كما كنا من أكثر ملاعبية مشاركة وانتظاما في اللعب مع نجم المتلوي، 7 مواسم كاملة كرقم قياسي ليه بالنسبة لمحمد جمعة خليج. أيضا بلال السويسي 5 مواسم مع نجم المتلوي وأكثر ملاعبية زادة. مراد الزهو عنده 6 مواسم مع نفس الفريق، خرج في مناسبة مع اتحاد بن قردين. الكرة في وسط الميدان عند اللاعب قشي عبد العزيز، يبدل مع لمجد عامر. لمجد عامر نفس الشيء مع الملاعب الجزائري قشي عبد العزيز اللي هو كان في وقت سابق لاعب أولمبي مع المنتخب الفينانكس الجزائري. هذه التوزيعة من لمجد عامر، خروج الحارس بدون صعوبة بلال السويسي. تو الكرة بلال السويسي ما بين عماد المنياوي واللاعب ياسين المجدي. ياسين المجدي، ياسين المجدي في محاولة المرور ولكن يفقد توازنه ياسين المجدي ويضيع الكرة ويضيع الهجمة ويفوت على فريقه فرصة تذليل الفرق. الكرة على اليسار عند الرقم 17 عبد الحليم الدراجي. دراجي في رقم 8 محمد جمعة خليج في محاولة الربط ما بين الدفاع والهجوم. جمعة خليج اللي بقى لاعب وحيد كخط وسط ميدان دفاعي. جمعة خليج يلعب مع مراد الزهو. الكرة مقطوعة والتمريرة خاطئة. فما لاعب ملقى على أرضية الميدان في انتظار الإسعافات الأولية. خرج الكرة ويمشي الحكم هيثم قيرات للاطمئنان على صحة الملاعبي الملقى كما قلنا من ملعب في ملعب أولمبي قابس. على ما يبدو الملاعبي نضال صعيب. دائما في توقيت 35 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني ما زال تقدم مستقبل قابس بنتيجة عريضة إلى حد الآن 5 أهداف مقابل هدف 1، نتيجة غير متوقعة بالمرة بالنسبة لهذه المباراة 5 مقابل 1 ونجاعة هجومية كبيرة بالنسبة لفريق مستقبل قابس خلال هذه المباراة مقابل هشاشة دفاعية غير متوقعة وغير متعود عليها دفاع وحارس مرمى فريق نجم تلوي بلال السويسي. 5 أهداف مقابل هدف 1. يتم إخراج اللاعب نضال سعيد لتلقي الإسعافات خارج أرضية الميدان
وسيستأنف اللعب بعد قليل برمي التماس لفريق النجم الرياضي بالمتلوي. أكيد سيرجع الكرة لفريق مستقبل جابس لأنه تم إخراج الكرة من أجل أنه يتمكن الإطار الطبي من تقديم الإسعافات. اللاعب نزار الطيف وبالفعل بلقطة رياضية فريق نجم المتلوي يرجع الكرة إلى فريق مستقبل جابس في تنفيذ التماس. اللاعب عبد العزيز القشي ينفذ التماس، تمشي الكرة لمشد عامر في ينطلق جناح يحاول يدخل منطقة الجزاء، لمشد عامر يحاول يراوغ وتدخل الدفاع يقص الكرة، تمشي ضربة مرمى. كان هجوم قادوا لمشد عامر من الجهة اليمنى، أخذ الكرة توغل دخل منطقة الجزاء، حب يراوغ ولكن الدفاع كان متفطن يقص العملية الهجومية ويتعكس الهجوم لفريق نجم المتلوي عن طريق عاطف المازني اللي يوزع كرة في اتجاه إدريسان يانغ بالرأس، يعطي كرة إلى المجدي ياسين المجدي. هذا المهاجم الشاب ياسين المجدي يحاول يراوغ ولكن يعني يضطر الى ارجاع الكره الى الخلف لفريق لزملائه في الخلف. ما ثماش معارضه من حامل الكره بالنسبه لملاعبيه فريق نجم المتلوي. عمليه 1-2 تدخل الدفاع، الحكم ماذا يشير؟ يؤمر بمواصله اللعب ولكن جمعه خليج يسترجع الكره والحكم يرجع ويعطي ضربه مخالفه هذه المره لفريق النجم الرياضي بالمتلوي. تقريبا تبعد 30 متر على مرمى الحارس علي العياري حارس مرمى فريق مستقبل جابس. كما ذكرنا يعني في هذه المباراة حصيلة هجومية باهرة بالنسبة لخط هجوم مستقبل جابس. الخطأ كما ذكرنا حصل تقريبا على بعد 35 متر من مرمى الحارس علي العياري. لاحظ أمام الكرة يعني محمد جمعة خليج، كما ذكرنا لاعب الخبرة عنده سنوات، لاعب صحيح قصير القامة ولكنه حركي، يعني عنده يعني نفس كبير برشا ويعاون زملائه برشا ودينامو الفريق. بالنسبة لخط وسط ميدان فريق نجم المتلوي تنفيذ المخالفة على العارضة، تنهال الكرة على العارضة وتخرج ضربة مرمى. ضربة مرمى لفريق النجم الرياضي لفريق مستقبل جابس. الكرة تنهال على العارضة، فؤاد الخرايفي كرته تنهال على العارضة والكرة تخرج تماس. ما ثماش تفاهم، عبد الحليم الدراجي ما خداش الكرة، تخرج كرته رمي التماس لفريق نجم المتلوي، ينفذ التماس، تمشي كرة، الحكم رفع الراية يشير أن الكرة ترجع يعني تنفيذ ضربة المرمى من مكانها. بالفعل تنفذ ضربة المرمى مرة أخرى، تمشي الكرة صدام بن عزيزة، تمشي الكرة في هذا الهجوم لفريق مستقبل جابس. لمجد عامر يرجع كرة إلى الخلف، كانت كرة عند بلال بن إبراهيم حاول أنه يتوغل ولكن يرجع الكرة إلى الخلف، تمشي عبد الحليم الدراجي يعطي كرة إلى اللاعب أشرف الزواغي. أشرف الزواغي يحاول يلعب عملية 1-2، يمشي يتقدم بكرة أشرف الزواغي، يحاول يلعب كرة يتدخل الدفاعي بعد الكرة، تمشي إدريسان يانغ. محمد جمعة خليج في وسط الميدان يحاول يخرج فؤاد الخرايفي، متفطن صدام بن عزيزة يقطع كرة بالرأس، تبقى الكرة بلال بن إبراهيم لفريق مستقبل جابس. بلال بن إبراهيم يحاول يلعب 1-2، تدخل الدفاع عن طريق أيمن العياري يقص الكرة مرة أولى ومرة ثانية في توقيت 40 دقيقة لعب تقريبا، مرت على انطلاق الشوط الثاني 5-1 لمستقبل جابس أمام النجم الرياضي بالمتلوي. 5-1 نتيجة عريضة في الحقيقة، وأول نتيجة وهي أعرض نتيجة زادها في مواجهة الفريقين. وهو بالمناسبة ديما نذكروا أول انتصار لجليزة على حساب نجم المتلوي في هذا الملعب بالذات بعد 4 مقابلات سابقة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الكرة عند نجم المتلوي في صراع وسط الميدان، دائرة المنتصف بالضبط، محمد جمعة خليج يحاول يبدل وجهة الكرة، يلعب مع مراد الزهو. مراد الزهو يحاول إيجاد الحلول، يوزع الرأسية ولكن بعيدة دون خطورة على مرمى الحارس علي العياري. التغييرات اللي كنا نتحدث عليهم، والحقيقة فما عدد كبير من الملاعبية اللي نجموا زادة يفيدوا الفريق في مناسبات قادمة. نتحدث على عودة عدد كبير من الملاعبية في نجم المتلوي الحقيقة إن شاء الله الهزيمة هذه ما تأثرش على مستوى نسق المباريات البطولة. طبعا نعرف أنه نجم المتلوي عنده طموحات كبيرة في الموسم هذايا، هذيك علاش إن شاء الله ما يتمسش بالنسبة للفريق هذايا والنتائج تنجم تصير نتائج العريضة في كرة القدم، وحتى أكبر أندية تخسر بنتائج الكبيرة 5-1. هذايا العياري في المحور يلعب في وسط الميدان، وكأنه الفريقين الاثنين ينتظروا في نهاية المباراة، ما زال 4 دقائق توصلنا على نهاية الوقت الأصلي والطبيعي للمباراة هذه.
نعرف ان المباراه زاد تتلعب في اليوم في اطار الجوله هذه الدفعه الاولى ما بين الترجي والاتحاد الرياضي المنستيري. هذه فيما يخص تقديم الجوله، زادها مباريات منتظره غدوه وديما بقاو اوفياء للوطنيه الاولى لمتابعه كافه مباريات بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم طبعا، وحتى زادها مباريات الرابطه المحترفه الثانيه الاكيد اللي تنجموا تشوفوا الملخصات زادها في الوطنيه الثانيه تاع كل مباراه تلعبت. هذه صدام بن عزيزه يبدل على اليمين مع بلال بن ابراهيم في محاوله الصعود. بلال بن ابراهيم 30 متر الاخيره هي اللي تمثل خطوره كبيره مع سرعه عدد كبير من الملاعبيه كما لمجد عامر اللي كان خذا مكانه في الشوط الثاني، زاد نفس الشيء بالنسبه لسرعه حليم الدراجي وفهمي قاسم والامدادات والتمريرات الصحيحه نتاع مراد الهذلي اللي كانت عنده الكره ولكنه ارتكب الخطا في العمليه الاخرى، وكانت التدخل من الحكم هيثم جيرات. هذا يانيانغ وكانه مش متعود بنسق الرابطه المحترفه الاولى رغم بدايه المباراه اللي كانت بشكل جيد. نيانغ يحاول التوزيع بالفعل، يوزع في القائم الاول ولا تدخل من محور الدفاع الجليزه خاصه على اللاعب قشي الهذلي، يحاول يريح فريقه الهذلي من خلال الحفاظ على الكره وخاصه التحكم في نسق المباراه. مراد الهذلي هذه الكره عند بلال بن ابراهيم، الواحد اثنين ما بين بن ابراهيم والهذلي، ناجحه العمليه والمراوغه ولكن في الاخير يستفيق مراد الزهو ويقطع الكل. عوده للمحور حقيقه نسق المباراه ينخفض مع كل هدف لمستقبل جابس حتى اصبحت الحصيله ثقيله في مرمى الحارس بلال السويسي. في الحقيقه بالمناسبه نشكر كل الزملاء اللي كانوا تعاونوا معنا في المباراه هذه في الاستجوابات، اكيد باش نستناو بلبيبه التلمودي سيد مخرج المباراه سي سمير المحفوظي اللي امنونا طبعا مباراه بهالجماليه هذه والنسق هذايا وخاصه الغله الكبيره من الاهداف، 5 مقابل 1، 6 اهداف شفناهم في 90 دقيقه ومازال 43 دقيقه لعب، يعني شفنا 6 اهداف في 88 دقيقه لعب. الكره في وسط الميدان يحاول مجرات الدقائق الاخرى بالشكل اللازم والمطلوب مستقبل جابس. الكره عند المستقبل كيف العاده يحاول يبدل مع النفطي، قاسم النفطي يقطع الكره المهاجم ياسين المجدي، يحاول عكس الهجمه نيانغ مع فؤاد الخرايفي ولكن في كل مره موجود فيها الدفاع ما بين صدام بن عزيزه في الحقيقه وقشي عبد العزيز. الاختيارات كانت اكثر من موفقه لمنتصر الوحيشي بالاعتماد على ثنائي المحور هذا رغم انه كان ضغط كبير برشا عليه في الجولات الاولى وحتى كانت انا فما مطالبات كبيره باقالته. الروزنامه كما تحدثنا ما خدمتش مستقبل جابس ولكن على كل جات النتائج. ترجع الكره لفريق مستقبل جابس تقريبا ثواني وينتهي الوقت الاصلي بالنسبه لهذه المباراه. اكيد الحكم الرابع في ذو اللوحه الالكترونيه اكيد سيشير بالدقائق الاضافيه. بالطبيعه هذه فرصه لفريق النجم التلوي، تمشي ادريسا والكره نتاعو تدخل الدفاع يقطع الكره صدام بن عزيزه. ادريسا نيانغ الاسيست نتاعو ما كانش ربما ناجح ربما كان يذلل الفارق. 3 دقائق اضافيه بالنسبه لهذه المباراه والحكم كان رفع الرايه. لمجد عامر كان موجود في موقع تسلل واضح ورفع الرايه كان من قبل المساعد الثاني وائل عياد كان او المساعد الاول عفوا هو رمزي بن فرج كان رفع الرايه يشير بوجود اللاعب لمجد عامر في موقع تسلل واضح. مخالف تسلل فريق نجم المتلوي تنفذ، تمشي ادريسا في اتجاه عماد المنياوي لكن عبد العزيز القشي معاه في المراقبه مره اولى ومره ثانيه. تمشي كره لمجد عامر ياخذ كره في هجوم جديد لفريق مستقبل جابس يحاول يمرر ولكن تمريرته تمشي مخطئه سهله في يد الحارس بلال السويسي حارس مرمى فريق النجم الرياضي بالمتلوي. يعطي كره عاطف المازني، عاطف المازني محمد جمعه خليج في عمليه الربط بين الدفاع والهجوم يتقدم الكره في الدائرة
الدائره المركزيه الوسط الميدان تمشي عماد المنياوي، يحاول ياسين المجد ما ياخذ الكره بالراس، سهله عند الحارس علي العياري حارس مرمى فريق المستقبل الرياضي بقابس. بطبيعه كما ذكرنا تجاوزنا الوقت الاصلي لهذه المباراه بدقيقه، الحكم كان اضاف ثلاث دقائق في هذه المباراه. تمشي كره عبد الحليم الدراجي، عبد الحليم الدراجي عمليه 1-2 مع اللاعب مراد الهذلي، تمشي كره يقطعها اللاعب احمد بن صالح، تمشي فؤاد الخرايفي في هجوم لفريق النجم الرياضي بالمتلوي، يحاول يتوغل المعاضه ماهيش موجوده، يضطر لارجاع الكره للخلف الى عطف المازني، تمشي احمد بن صالح في دائره وسط الميدان، يعطي كره محمد جمعه خليج يدور بالكره، ينتظر تحرك بقيه رفاقه، تمشي الكره من جديد عمليه 1-2 تدرج بالكره ولكن تتقطع عن طريق اللاعب رقم 7 اللاعب نضال سعيد في وسط ميدان فريق مستقبل جابس، وتولت الكره في اتجاه الكره وتدخل الدفاع، دفاع بالمرصاد احمد بن صالح يقطع الكره امام اللاعب سليم الزكار، يضع الكره في التماس، رميه التماس لفريق مستقبل جابس. جاوزنا الوقت الاصلي بدقيقتين، ما زالت دقيقه في الوقت الاضافي، دائما تقدم مستقبل جابس 5 أهداف مقابل هدف 1 في هذا اللقاء المتقدم من الجوله 7 ذهاب للرابطه المحترفه الاولى. تقريبا ما دامنا وصلنا لنهاية المباراة تقريبا والنتيجة أصبحت محسومة، نجم نقولوا أنه اليوم مستقبل جابس في طريقه للانتصار الثاني والمباراة الثالثة على التوالي ما ينهزمش فيها زيد مستقبل جابس. نفس الشيء باش يرتفع رصيده لثمانية نقاط بينما باش يتجمد رصيد نجم المتلوي في النقطة العاشرة منقوص من مقابلتين ديما نقولوا نظرا لالتزام الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية. وأول هزيمة بالمناسبة بالفعل الهزيمة الأولى لنجم المتلوي ولكن هي هزيمة أولى بطريقة طبعا بنتيجة عريضة نجم نقولها وتوزيع في القائم الأول وما زالت الكرة الحكم لهنا يدخل لعملية ولوجود التسلل أو لوجود الخطأ بالفعل في العملية الأخرى. في هذه اللحظة بالضبط مشاهدي القناة الوطنية الأولى ينتهي لقاء مستقبل جابس ونجم المتلوي على نتيجة انتصار المحليين 5-1 نتيجة عارضة تخلي مستقبل جابس كما قلنا يرتفع رصيده إلى 8 نقاط. هاو شريط الاهداف اكيد شريط الاهداف معاك قبل ما نمشيو للبلبابه مرة. نعم اكيد شريط الاهداف بالنسبه لهذه المباراه انتهت 5 أهداف مقابل هدف 1 لفريق مستقبل جابس. عبد العزيز القشي في الدقيقه 10 من الشوط الاول